with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night. اللي تمكنوا من تسجيل الهدف. اعتنى العرضيه كيمرو كره فابريسون داما فرصه الهدف الاول للوداد. الهدف الاول للوداد عن طريق ريدا على زوج. هنا تسديد من بعيد. ما كاينش خطا ما كاينش خطا كتمشي عند اللاعب ولا مؤازره ولا مؤازره ولا مؤازره اللي كيسدد بقوه هدف هدف لفائده فريق الوداد. رضا الهجوج كيسدد بقوه وكيعطي الهدف الاول لفائده فريق الوداد. يعني راه قلت لك الله يحسن عاونك بكروش لانه غادي يبقى يصد ضربه جزاء رضا الجول والهدف 1-0 للوداد 1-0 للوداد في مباراة مجنونة. 1-0 رضا جوج اللي كيتمكن من تسجيل الهدف في حدود الدقيقة 42. هذه الكرة يصحتين يصعد جول 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 جول. هو رضا جوج هو ابن البريميشا هو ابن الوداد. يعمل مراوغة يحط كرة للنقاش. هذه فرصة الثاني هو الثاني هو الثاني هو الثاني جول جوج يا لجوج جوج يا لجوج هذا لجوج وكتمشي مباشرة في اتجاه كايتا هذه تمريرة صلاح الدين السعيدي محاولة خطيرة 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 جول والرزانة. هذه كرة ودادية كرة ودادية هذه إمكانية تسديد والهدف الأول في المباراة. هدف جميل وجميل جدا من رضا
رضا يا رضا يسجل الهدف الاول في المباراه. كره ملعوبه بالمقاس، كره لعبات اذا سنتابع فرصه تسجيل الهدف، وبالفعل الهدف يسجل لفريق الوداد البيضاوي، ورضا يسجل الهدف مبكرا لفريق الوداد البيضاوي قبل الجزاء. ونعود لهذه المواجهه، وبالفعل ضربه جزاء تنفذ بنجاح، وفريق الوداد البيضاوي يحقق الأهم. رضا العجوج يسجل هدفين، وإسماعيل الحداد هدفين، وبالتالي نتيجة طيبة. 30 دقيقة 4 أهداف، ممكن أن نتابع كرنفال من الأهداف. طلع الكرة من جهة اليمنى أصبحي بالفعل مد الكرة لمحاولة لفائدة فريق الوداد، والهدف الأول لفائدة فريق الوداد الرياضي البيضاوي بواسطة اللاعب رضا هجوج. قلت بانه غادي نتابعوا واش هناك نيه، هناك اراده من اللاعبين ديال الفريقين، ولكن رضا هجوج اكيد اللي كيتمكن من تسجيل الهدف لفائده فريق الوداد. الهدف اللي كيجي في حدود الدقيقه 83، يعني نقول بانه العمل الكبير هو اللي قام به انس اصبحي من خلال التمرير. لاحظوا انس اصبحي يعني خدع الوقت ديالو في التمرير، كيمرر رضا هجوج يعني يسدد مباشرة للمرمى. 1-0 لفائدة فريق الوداد، وبالتالي بانه نأكدوا على انه الجماهير. هذه محاولة، محاولة لفائدة فريق الوداد، والهدف، هدف ثاني لفائدة فريق الوداد. ورضا هجوج، هجوج يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. رضا يبحث عن تجاوز كل القمم. الوداد راسه اليوم، راسه عالي اليوم، والهدف الثاني. واي فرحة تلك المدرجات، الكل سعيد في هذا الهدف الذي يلا 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 جوش، وانهيار ثاني دفاعات المغرب الرياضي.